اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشكل. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لم تبور يا عالم ما في الصدور. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم أرسي عليها الأمن والأمان وأصلح حالهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنزل رحمتك علينا، وأنزل عفوك علينا، وأنزل نور صيامنا.